اهلا بالجميع. موقع طقس العرب حكى انه في كتله هوائيه شديده البروده ومنخفض جوي رح ياثروا على المملكه اعتبارا من عصر الاربعاء. فرح نحكي اكثر عن هذا الموضوع عبر الهاتف مدير العمليات الجويه في موقع طقس العرب اسامه الطريفي. اسامه يسعد هالصباح. اهلا وسهلا، صباح الخير. يعني صراحة أسامة مكيفين على هالشمسات هالثلاث أيام، ولكن أنتم من الأسبوع الماضي بتقولوا لنا ككل أربعاء في منخفض. خلينا نحكي أكثر عن الحالة الجوية يا أسامة. أكيد، يعني كان مرة صباح الخير رندا لك، وصباح الخير لجميع المستمعين والمشاهدين الكرام. حقيقة يعني إحنا زي ما تفضلت حكيت تقريبا يعني من ثلاث أيام الماضي حتى يعني اليوم بالنهار تقريبا الأجواء مش مثل درجات الحرارة، يمكن أدفى، ما بحكي أدفى أو أقل برود من الأيام اللي كنا نعيشها طوال الفترة الماضية. الناس انبسطت يمكن بالشمس، لكن هذا الأمر يعني رح يتغير بشكل سريع بعد ساعات قليلة من الآن. بدءا من عصر اليوم ومساء اليوم رح تندفع للمملكة كتلة هوائية شديدة البرودة، بالتالي في عنا مع ساعات العصر منخفض جوي رح يبدأ تأثيره على المملكة، زخات أمطار متفرقة في المنطقة الشمالية والوسطى، بكون معها برد أحيانا وانخفاض شديد وكبير في درجات الحرارة بشكل سريع ومتسارع بدءا من عصر الأربعاء ويستمر طوال الليلة القادمة واليومين القادمات. يعني الحرارة يوم الأمس تقريبا وصلت مثلا بالعاصمة عمان 16 درجة مئوية، اليوم بالنهار متوقعين توصل من 13 إلى 14، الليلة القادمة تنخفض إلى يعني أعلى من الصفر بقليل، يعني في انقلاب كثير كبير على درجات الحرارة. صحيح بفترة زمنية كثير قصيرة رح يصير زي ما حكينا عودة مفاجئة للبرودة الكبيرة في الأجواء ودرجات الحرارة المتدنية للغاية. يعني حتى يوم الغد يوم الخميس الحرارة العظمى مثلا في العاصمة عمان حوالي 6 درجات مئوية فقط، فيعني لكم تتصوروا قديش مستوى البرودة اللي رح يكون موجود في الأجواء. طبعا الخميس رح يزداد تأثيرنا بهذا المنخفض الجوي والكتلة الهوائية شديدة البرودة. طبعا هو بالأخير منخفض جوي من الدرجة الثانية، هي درجة اعتيادية، ما بنحكي عن منخفض جوي يعني عالي الفاعلية. مش ثلج يعني أسامة، أمطار؟ لا، هو أمطار، زخات أمطار وبرد. في عنا طبعا نتيجة البرودة الكبيرة بالأجواء ما بنستبعد يكون في عنا أمطار مخلوطة بالثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية الشمالية والوسطى، لكن هاي الأمطار مخلوطة غير مؤثرة. المنطقة الجنوبية في حال وصلها بعض الهطولات ممكن تكون على شكل زخات ثلجية، لكن غالبا برضو غير مؤثر. فإحنا ما بنحكي عن فاعلية جوية ثلجية، بنحكي عن فاعلية جوية ماطرة منخفض جوي اعتيادي، لكن زي ما حكيت يمتاز بالبرودة الشديدة بدءا من هاي الليلة وتزداد مستوى البرودة يومي الخميس والجمعة. بشكل عام طبعا فرص الأمطار غدا الخميس أفضل من اليوم، يعني إحنا اليوم متوقعين تبدأ الأمطار بعد ساعات العصر والمساء الأولى، بنحكي بعد الساعة 4-5، لكن إجمالا فرص الأمطار غدا ممكن تكون أعلى غزارة، ممكن تكون كمان في معها زخات برد خاصة بالفترة الصباحية. بدنا ندير بالنا أيضا الليلة القادمة وخلال اليومين القادمات من تشكل الضباب الكثيف جدا على الجبال، فبنحذر من تدني الرؤية الأفقية وربما انعدامها أحيانا على فترات. هذا المنخفض الجوي مدة تأثير 48 ساعة، يعني يومين، يبدأ عصر الأربعاء وينتهي عصر الجمعة بإذن الله تعالى. بدءا من ما بعد عصر الجمعة ويوم السبت تستقر الأجواء، ترتفع درجات الحرارة مقارنة مع اليومين اللي راح نعيشهم الجايات، لكن تبقى الأجواء باردة. فبدنا ندير بالنا من موضوع البرودة، هذا أهم شيء. درجات حرارة تقترب من الصفر المئوي بدءا من هاي الليلة ليلا وخلال اليومين القادمين. أسامة، في تساؤل، يعني مش بس أنا، عدد كبير من الناس عم بيتساءلوا، يعني الواضح إحنا في خلال الأسابيع الماضية أي منخفض عم بوصل عم بيجي تقريبا يعني دايما عصر الأربعاء بعد يوم الأربعاء، هل في أي تفسير لهذا الموضوع؟ يعني إحنا عم نحكي خلال الأسبوع لما الواحد بالشغل عم نتمتع بأجواء رائعة، يعني شمس ونوعا ما أدفى من الأيام الماضية، إحنا صار نحكي لما 13-14 الدنيا دافية، يعني قد ما شفنا برودة هذا الشتاء. صحيح. فهل هناك أي تفسير علمي أو منطقي لهذا الموضوع؟ والله شوف، يعني صراحة هو بدنا نكون متفقين في البداية أن السنة الحالية امتازت بكثرة تدفق الكتل الهوائية القطبية والبارد جدا، يعني حتى فكرة هي الكتل الهوائية راح توصلنا بعد كم ساعة هي قطبية في النهاية، يعني على دول الجوار راح تعمل ثلوج كثير واسعة، لكن تأثيرها مش مباشر على المملكة من ناحية تساقطات ثلجية.
هلا حركه الغلاف الجوي بالعاده بتاخذ 7 ايام لغايه ما يلف الغلاف الجوي بشكل كامل. فهذا الشيء بفسر انه معظم المرات لما نبلش المنخفضات في يوم ببدايه العام بضلها تلف بنفس الفتره، فهذا الشيء بيصير. طبعا مش دائما بتكرر الا بالمواسم بيكون فيها استمرار في وصول منخفضات جويه. فهذا الشيء طبعا اللي بفسر انه احنا تقريبا من حوالي بدايه مربعين الشتاء كل اربعاء في عنا منخفض جوي بلش قاعد عندنا تقريبا. هذا الشيء يفسر تكرار المنخفضات الجويه في وقت نهايه الاسبوع. على فكره اتوقع قبل سنتين او ثلاثه كان في نفس الشيء، تكرار منخفض جوي يوم خميس مش اربعاء، كل خميس منخفض. فهذا السبب العلمي، بس يعني مش دائما بتكرر، بس بالعاده حركه الغلاف الجوي بتاخذ 7 ايام. فهو اليوم يبلش فيه المنخفض، بس هذا بحكي مش قاعده ثابته، اليوم يبلش فيه المنخفض في بدايه الموسم المطري بيظل يلف ويجي بنفس الايام تقريبا، بس مش لازم يظل اربعاء، مش ثابت يعني. مش ثابت. أسامة، يعني الحمد لله لحد الآن احنا دخلنا بخمسينية الشتاء، يعني كيف تقييمكم كان لمربعينية الشتاء والفترة الحالية بهطولات الأمطار وغيرها؟ يعني يعني الحمد لله أنا أظن يعني إحنا هذا الشتاء من أبرد الشتويات اللي مرت علينا خلال السنوات، والحمد لله عم نشوف أمطار الخير. فكيف بتقيم لحد الآن، يعني نحكي المربعينية لأنه خلصنا منها؟ يعني في بدنا نعرف معلومة إنه إحنا بفصل الخريف اللي هو أشهر 9 و10 و11 وحتى تقريبا منتصف 12 كان في عنا ضعف شديد في الموسم المطري وقلة وصول منخفضات جوية وحتى حالات عدم استقرار جوي. لكن الحمد لله مع بداية مربعينية الشتاء ب21/12 اتغيرت الأحوال الجوية. يعني إحنا بننعم قاعدين هلا بمنخفضات جوية، المناطق المقابلة لإلنا بالقارة الأوروبية والمغرب العربي، يعني نحكي عن بريطانيا، الجزائر، تونس، إسبانيا، إيطاليا، هاي المناطق من تقريبا أكثر من شهر بتشهد صيف مبكر. يعني بريطانيا عم بتشوف أجواء صيفية ما بتشوفها بشهر 6 و7 بهاي الفترات، وانقطاع تام للحالات الجوية. هذا بسبب إنه النظام الجوي عامل مرتفع جوي ضخم هناك عم بمنع الكتل الهوائية توصل هناك، كلها عم توصل على مناطقنا. فكان الحمد لله بعد 21/12 في تحسن بالأداء المطري. لو بدنا نحكي يعني بالنسبة يعني لتاريخه، أداء الموسم لتاريخه، طبعا هاي الأرقام بناء على إدارة الأرصاد الجوية، أداء الموسم لتاريخه حتى الآن بمعظم المناطق الوسطى صار يعني أعلى من معدلاته، المنطقة الشمالية لسه أقل من المعدل، المناطق الشرقية أقل من المعدل، المناطق الجنوبية كمان أقل من المعدل. يعني حتى تاريخ اليوم مقارن مع المواسم الماضية تقريبا المنطقة الوسطى هي الممتازة حتى الآن بكميات أمطار أعلى من معدلاتها. طبعا هذا الإشي على فكرة السنة كان واضح في نمط معين إنه المنخفضات الجوية عم بتأثر بشكل أعلى على المنطقة الوسطى، دائما في كل منخفضة بنسمع عمان أو البلقاء هي الأعلى هطول الأمطار، وعم حتى مثلا الثلج الأخيرة كانت متركزة بشكل أكبر بعمان. فيعني لسه في قدامنا مجال نعدل أكثر بالفترة القادمة، واضح إن حكينا في استمرار في وصول المنخفضات الجوية إن شاء الله بالفترة القادمة على فترات، خاصة يمكن الثلث الأخير عفوا من شهر 2 ترجع يصير في عنا فرصة للمنخفضات الجوية أكثر قوة. فلساتنا بفصل الشتاء وعندنا شهر 3 بالعادة يجلب كميات إضافية من الأمطار، فمتفاعلين إنه الأمور بنهاية الموسم بتكون جيدة بالإطار العام إن شاء الله بإذن الله. أسامة طريفي كل الشكر لكم، يعطيكم ألف عافية، ودائما على تواصل معكم خلال هاي الفترة، وإن شاء الله كمان بالصيف يعني على طول. تحياتنا لإلك، أهلا وسهلا فيك.